توصل لحضرتك الثاني، انا احيانا بنام واصحى الصباح يعني قبل الفجر نص ساعه، اصلي مثلا 6 ركعات واوتر، هذا قيام ليل ولا ما يحتاج قيام ليل؟ لا هذا يعني انت بعد صلاه الصبح او قبل صلاه الصبح؟ لا قبل، بصحى قبل الصبح بنص ساعه قبل الفجر يعني. طيب قيام ليل ما دام قبل الفجر قيام أيوة ليل، قبل الفجر بنص ساعه يعني. قيام ليل لكن بحسب قيامك، يعني هل تتساوى انت ومن مع من صلى ساعه؟ لا يعني حضرتك مثلا لو الفجر بدري عندنا هنا في جده الساعه 5:30، انا بصحى الساعه 5. يا اخي ما فعلته من قيام الليل يعد من قيام الليل، لكن من قام من 5 ل 5:30 ليس كمن قام من 4 ل 5:30.